اللي يلزم نتكلموا عليه سانسيرمون كونسيرنون الاخيان اللي في الهيئه المديره، راهو فما قطيعه كبيره بينكم كاداره وبين الجمهور نتاعكم توا. علاش عاد؟ لانه فما مشكل نتاع معلومه كوميونيكاسيون نتاع كوميونيكاسيون جوستومون نتاع التواصل. انا على الاقل نعمل بوان دو بريس مره في الشهر نتكلم على الوضعيه نتاع النادي الافريقي سواء رابح ولا خاسر، لازم نبلغ المعلومه. فما جمهور راهو يتكلم من اخر الدنيا، راهو من خارج تونس ومن داخل تونس يتكلموا بالتليفونات ويسروا. شبينا ولينا هكا؟ شبيها الجمعيه ولات في الحاله هذه؟ ولا واحد من الاداره جا وتكلم؟ يجا يا خويا البلاتو التلفزه مفتوحه ويجا يتكلم وقول علاش جبت فاشن ليه. وتهجم الجماهير في ملعب رادس على اللوج اللي كان فيه بعض اعضاء الهيئه المديره دليل على نوعيه العلاقه الموجوده. مش مقبوله، هي مش مقبوله، مش مقبوله، علاقة, مقبول. علاقه متوتره يا ناصر. ايجا انت يحكي مع جمهورك وما يسالش، اقبل رده فعله وما يسالش، اقبل تيون كاس، اقبل ما يسالش، اقبل خويا واجه العباد واعطيهم المعلومه الصحيحه وكلمهم وقول لهم راني غلط وتو نصلح، ما يسالش ما فيها باس. اما انك تتخبى ماهوش باهي، هذا هو مشاكل نتاع النادي الافريقي. اذا كان تتكلم على الافكتيف حدث ولا حرج، راهو اليوم اذا كان علي العابدي تضرب راهو ما عنده مالغريكو علي العابدي اربع ماتشات ما حقوش يلعب بالمردود هذاك. ما هو نتكلموا بصراحه، شكون النجم يلعب سمير؟ لا نعرف، لو انت ما تحبش تسلم ثم برشا لاعبين في خارج الخدمه شنو؟ لا نتكلم، انا ما عندي حتى مشكل. نعطي في امثله، اليوم على الجوش ما عندكش الدوبلور نتاعو، ما عندكش الدوبلور نتاع الجوش، ما عندكش دوبلور نتاع لاكس سنترال، ما عندكش بيتور، ما عندكش في الميلو تيرا شكون يعوض لك الملاعبيه هذوما. علاش اللي كبير في الاجانب ما عندكش؟ والله ما عندك باش تبدل. دونك يعني ليزيترونجي كل ما نشحوه سمير. فما عاد ولا فما غلطه اللي قال عليها شيف الكاستينغ، فما غلطه في بتاع كاستينغ نتاع اطلاش البيابي، وكنا قلناها في الحصه الاولى عادل وتكلمت عليها عبر الصحف وقلت قالوا لا سمير السليمي ضد الاداره نتاع النادي، بالعكس كلكم اصحابي واخوات ونحبكم كالنجاح. انا بالعكس نحبكم تنجحوا، خاطر في نجاحكم انتم نجاح للجمعيه. هل يعقل نوصل للوضعيه هذه عادل؟ هل معقول يا الاولاد نوصل للوضعيه كارثيه بالدرجه هذه؟ فريق اسمه النادي الافريقي اللي بعد عامين مش يحتفل بالمئويه نتاعه ومش تحضر برنامج عمل ومش تحضر دنيا ومش تحضر فريق باش يهز الالقاب، هل بالطريقه هذه؟ هل معقول هذا؟ معناها هذا كله وما خفي كان اعظم، لاني انا راني باقي عندي واجب التحفظ واحترام. تحفظ يا سمير؟ لا 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 اليوم راهو اسمعني يا سمير، هذا التحفظ اليوم جماهير النادي الافريقي تعاني في الامرين. اليوم التحفظ، اليوم انت كما قلت في فتره ما انه ملاعبيه ما يستاهلوش يلعب، كما تقولوش الكلام هذا للناس مش تعرف. انا نقول اللي يلزمه يتقال ونعرف شو نقول. اي لكن هذه هي جمعيه كيما انت ناصر. ايه؟ اربع جمعات التالي في الاوف قلت لي كلام على السي اس اس وفي البلاتو قلت لي كلام. كيفاش من انا؟ لا ما يسالش. لا لا نحترم. قولوا انا فما قولوا. كلام قولوا. فما كلام قولوا خليني نكلم. قولوا يا سمير لكن لا لا عادل. ارجع للنقطه كانوا لا فما لا لا كلام. لا لا عشوة. كان فما كلام اتقال تو نجاوبك عليه انا اللي نجي نقول لك حاجه يا سمير. لا لا الفرق بينكم بيني وبينك يا سمير خمسه جمعات التالي كنت تتكلم على السياسات بطريقه واليوم كي نبحث سياسات ونتكلم بها بطريقه اخرى. انا انت اون تو ليكا ما تجيبش تحب تفسر لي اللي انت يهمك نجاح النادي الافريقي اكثر مني، ما تنجمش تقول. لا بطبيعه الحال ما تنجمش تقول بطبيعه لكن الحال. انا بقربي كيما انت ما تنجمش تعرف النادي الافريقي ومصلحه النادي الافريقي اكثر مني انا. تحبني نحكي لك حكايه؟ ما تحكيليش. خليني نحكي لك. لا ما تحكيليش. خليني نردها. يا خاطر انا لا بعد ماتش العراق بعد ماتش العراق ايش نقول لك؟ يا ناصر انا قسيت عليا راك في الكلام. لا كمل ما يسالش. خليني نتكلم. انت جبتني خليني نجاوبك. خاطر قلت لي انت تتكلم. النادي الافريقي النادي الافريقي. سامحني. يا ناصر عاش خويا خليني نكلمك. النادي الافريقي يا خويا فما اللي يتقال عبر شاشة التلفزة وفهم اللي يتقال الكويزين انتيرن تقال بينا بعظمة نتعارك ونتخالف وتوصل ما توصل لكن أيوة تقعد امور داخل. لا خاطر قلت تكلم انا تكلمت على الافكتيف تكلمت على الانتدابات تكلمت على التواصل بين الهيئه المديره وبين وبين الجمهور. ما نجمش نتكلم في حاجه اخرى اخويا. فما حاجه اكسترا فوتبول. انت قلت لي قول. فما حاجه اكسترا فوتبول. انا ما قلت. حتى كان حكيت معاك. انا حكيت معاك في الكوره. تعرف فرق بيني وبينك شو؟ انا مولود في النادي الافريقي. انا حتى كان حكيت معاك. انت خدمت في السياسات. خليني نقول لك. ولا انا كاني خاطر قلت لي ما تخافش على السياسات. انا مولود في النادي الافريقي. إيش انت ما تولدتش في السياسه. مش انت خدمت مش كل واحد مش كل واحد وليد ولده. مش كل واحد مولود في فريق معناتها راهو هو على خاطر المثل الاعلى. انا ما حرجتكش المره الاخرى وقت نتكلموا على السياسه ما حبيش نحترجك ما حبيش نحرجك مع السياسه. علاش؟ لا ما حبيش نكلمك يا سمير. انا ما تنجمش. الفرق بيني وبينك الفرق بيني وبينك انا الحاجه وقت اللي نقولها حتى على روحي انا غلط نقولها ما يقلقنيش. انا بدي نقول ما عندي حتى مشكل وما عندي عتاب على حتى حد. وقت اللي
باش نواجه، انا نواجه حتى بالاسم وقرر بالاسم وقول بالاسم على خاطر ما نتعديش. انا نحكي في الرياضه، في نطاق الرياضه، لا تعديت على اعراض الناس، لا تعديت على اعراض الناس بالطريقه اني باش نجرح في العباد ولا باش نتكلم في نوايات. تولي امور اخرى، تولي امور اخرى، هكا تربينا في النادي الفريقي، هكا تربينا في النادي الفريقي. لا كنا متربيين في اللعبه هذه، لا متربينا في حاجه اخرى. لا ما قلتلكش حاجه اخرى. واضح على كل حال ان خليت النقاش تلقائي، اكيد الاختلاف رحمه والراي والراي الاخر موجود في البلاتو هذايا.